إذا للحديث عن اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية للكفاح ضد الإفلات من العقاب واستمرار إفلات قتلة ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين والناشطين والمتظاهرين في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني في اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية للكفاح ضد الإفلات من العقاب، كيف يمكن تقييم أوضاع حقوق الإنسان في العراق أستاذ علي؟ تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. لا شك أن هذا اليوم العالمي يمر على العراق والعدالة في العراق في أسوأ أحوالها، ولا يسعنا إلا أن نتذكر قول الشاعر الرصافي: عدل طال انتظارك فعجل. المشكلة في العراق يا سيدي أن هناك انهيار تام في منظومة القضاء التي يفترض أنها تحقق العدالة في العراق. الآن في العراق يعني منذ العام 2003 وبمساعدة الاحتلال، عملية الإفلات من العقاب في العراق أصبحت سمة معروفة للكل. كل إنسان يستطيع أن يرتكب أي جريمة في العراق، سواء من دول الاحتلال التي احتلت العراق أو من بعده. وعلينا أن نتذكر أن من وضع يعني أسس الإفلات من العقاب هو الاحتلال، من خلال الضغط على اياد علاوي للانسحاب من محكمه اتفاقيه روما بعد ان دخلها في 3 ايام. ولو استمر العراق ضمن اتفاقيه روما اللي دخلها المدعو اياد علاوي اللي كان يقود الحكومه في وقتها، لما كان حال العراق هذا. الافلات من العقاب اصبح سمه كارثيه في العراق، وهناك يعني قتله ومجرمين الآن يتجولون في مواكب سيارة في العراق، وكلنا يعرف أنهم أيديهم ملطخة للدماء ومكانهم الزنازين. في هذا الإطار أستاذ علي، إلى أي مدى ساهم النظام السياسي والأحزاب التي شاركت في العملية السياسية في أن ترسخ الإفلات من العقاب في العراق؟ هذه يعني المنظومة السياسية كلها في العراق هي قائمة، وجودها مرتبط في الإفلات من العقاب. لو تم تطبيق الآن أي قانون من قوانين العقاب، سواء الخاصة بالفساد أو سواء بخاصة بالقتل أو التعذيب أو وغيرها من الجرائم، لما بقي من أحد من هؤلاء إلا وأودع السجن أو حكم عليه بالإعدام. هؤلاء قتلة ومجرمين، مهمتهم الآن الأساسية هي الترسيخ والحفاظ على يعني منهج الإفلات من العقاب في العراق، لأنه كلهم متورطين في القتل. أعطني سياسي عضو برلمان أو زعيم ميليشيا أو زعيم حزب لم يتورط بقتل العراقيين ونهب أموالهم وتهجيرهم والاستيلاء على أموالهم. أستاذ علي، ألم تكن هناك فرصة حقيقية وتاريخية كما وصفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاسبة وقتلة ومرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين؟ لماذا لم يقم بواجبه في هذا المفصل تحديدا أستاذ علي؟ الحقيقة لم يترسخ منهج الإفلات من العقاب في العراق أكثر منه يعني سوءا إلا في زمن ما يسمى بحكومة الكاظمي. الكاظمي يتحدث كثيرا ويقول أشياء كثير وينتقي عبارات منمقة، لكن الميليشيات في وقته وفي زمانه قتلت وهجرت واغتصبت وسلبت ونهبت وفعلت أبشع الجرائم، وكانت لديه الفرصة الكبيرة أمام المجتمع الدولي، وكان هناك دعم دولي له. علينا أن نتذكر أنه حين استلم الحكومة في العراق تلقت اتصالات هاتفية من أكثر من 30 رئيس دولة في العالم وشخصيات عالمية، وكان لديه فرصة عظيمة لترسيخ منهج عدم الإفلات من العقاب، لكنه تواطأ وتخاذل واشترك في كل الجرائم الآن التي ترتكب في العراق، وخاصة بحق ما يعني ما عرفه في ثوار تشرين. أستاذ علي، موضوع استمرار شخصيات مثل الفياض وأبو فدك وغيرهم من قادة الميليشيات بأن يتصدروا المشهد السياسي في العراق، إلى أي مدى يدين النظام السياسي بشكل عام؟ يا سيدي، هذه الأمور يفترض أن تفهم من غير تتخذ من غير جانب. هؤلاء الفياض وأبو فدك والمالكي وغيره من
المسميات السياسية، متمسكين بالمناصب حتى يعني يحمون نفسهم من 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 المحاسبه على الفساد والجرائم وغيرها. هؤلاء يتخذون من المناصب والمسميات الحزبيه والميليشياويه والطائفيه وحتى الحكوميه وسيله لغطاء لجرائمهم، يعني لمنع محاسبتهم سواء امام المحاكم العراقيه التي انهارت الان او امام المنظمات الدوليه. على ذكر الموقف المحاكم في العراق وعلى ذكر موقف القضاء، نلاحظ ان القضاء في العراق يستمر بالمشاركه بهذه السلسله المتصله بالجرائم ضد حقوق الانسان وضد ايضا حريه التعبير في العراق. لماذا لا يتخذ خطوات لوقف الانتهاكات التي تجري في العراق استاذ علي؟ سيدي الكريم، هذا القضاء اساسا قضاء فاسد وقضاء يعني مشترك بكل الجرائم في العراق. القضاة الحقيقيين اما تم استثاثهم بقانون ما يسمى استثاث البعث، او تم تهديدهم ومنهم من قتل وحتى المحامين. ولذلك القضاء الان في العراق قضاء مسيس، وعلينا ان نتذكر ان في لقاء وفي يعني لقاء متلفز مع هادي العامري أعلن بأنه القاضي الذي لا يستجيب لمطالب الأحزاب والميليشيات يتم تهديده وقتله. هذا يعني هذا اعتراف رسمي وواضح. نعم. ولذلك منظومة القضاء الآن، يعني يكفي أنه الآن هناك من يقدم دعوة للقضاء على الصحفي البطل علي فاضل اللي كشف تسريب خطير مدمر للعراق، ويعني يطالب بإقامة دعوة ضده. نعم. ولا يحاسب من تحدث في قضايا خطيرة تهم يعني تمس واقع العراق وتمزق النسيج الاجتماعي للعراق اللي تحدث به نور المالكي. القضاء مسيس، لو كان هناك قضاء لكان نور المالكي الذي سلم ثلثي العراق خلال ساعات إلى الإرهاب، والآن هو طليق ويتجول في مواكب سيارة. هذا مكان الاعتقال والتحقيق والسجن. أستاذ علي، أمام استمرار هذه الجرائم والإفلات من العقاب، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من دور المحكمة الجنائية الدولية في أن تنظر في هذه الجرائم في هذا التوقيت تحديدا؟ المشكلة يا سيدي أن العراق سبق وأن ذكرت لك انسحب من اتفاقية روما. نعم. لو بقي العراق في اتفاقية روما لكان هؤلاء وحتى جنود الاحتلال الآن كلهم يحاسبون أمام المحاكم الدولية. ما يجري الآن هو محاولات فردية، وهذه المحاولات فردية تجد صعوبة فيها، وعلينا أن نتذكر ما جرى في لبنان حول محكمة الحريري وغيرها. التقدم والتحرك للمحاكم الدولية يتطلب دعم دولي وقرارات من الأمم المتحدة وغيرها. والآن هناك يعني فيتو سواء من روسيا أو من أمريكا أو غيرها من الدول يستخدم ضد الجرائم اللي ترتكب بحق الشعوب سواء في العراق أو غير العراق. عبر سكاي من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.